أنا براني شفتك عبيك عندي عام وأنا نتمنى إني نشوفك في يوم من الأيام. جسمي راني فرحانة بزاف بزاف، ما تصوريش الفرحة تاعي كيفاش. المهم أنتي الصراحة حبيت نقول لك كلمة، باك أنتي القدوة تاعي في هذه الحياة، أو بمعنى أصح في رياضة الملاكمة. جيت نقول لك برك نحبك بزاف وشكرا جزيلا لك جبتينا هذه الأفضلية بذاتها. شكرا لك، شكرا لك. نتشرف اني نكون مصدر الهامك ونكون مصدر الهام شابات اخرى، والله غير فرحت بزاف كي جيتي، يعطيك الصحه. كل فخر اني نشوف بنات صغار، هي راه عندها بالك 14 اشهر، ولا غادي عندها 4 اشهر ملي دخلت تدير الملاكمه، ولا غير صافي بليزير نشوفوا هذا النهضه. بالك راح تكون نهضه رياضيه، بالك راه بزاف شابات راح يدخلوا القاعات التدريب وراح يمارسوا رياضه الملاكمه خلف هذه الميداليه الاولمبيه. هذا الشيء اللي راح نحب نحكي عليه ونهضر عليه باش يوصل الميساج لبالك زميلاتها ولا اخواتها البنات وحتى الشباب. نقول لك بارك الله فيك اللي جيتي، وانا تشرفت كي شفتك، وانا ثاني كنحبك بزاف. محمد